إذن المعنى في هذين واحد، وهو أن يجتنب الإنسان كل ما يشوش عليه صلاته، سواء كان ذلك بتعلق قلبه بمطعم أو تعلق قلبه بمشرب أو وجود ظرف بدني يشغله، حتى النوم. يعني جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن بلسانه فليضطجع. لماذا؟ لأنه كما جاء في حديث عائشة في الصحيحين: إذا صلى أحدكم إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد فلعله يذهب يستغفر فيسب نفسه أو يلعن نفسه. وهذا يدل على أنه ينبغي أن يكون الإنسان حاضر الذهن بكماله وبالطاقة التي يستطيعها لينهل من هذه الصلاة كل ما يشتهيه من خير ومن ذكر ومن حضور ودعوة وسؤال وطلب وما إلى ذلك.